نجاح كبير عرفته الدورة 12 للمنطقة الدولي للتمور بالمغرب 2023، وذلك من خلال مشاركة 245 عارضاً واستقطاب أزيد من 88 ألف زائر. الملتقى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تميز بورشات موضوعاتية ولقاءات مهنية وأنشطة بيداغوجية، فضلاً عن حصص للتذوق ومسابقات وحفلات تسليم الجوائز للمشاركين والعارضين. هذا المعرض الحمد لله طيلة 6 أيام عرف واحد النجاح جد كبير بفضل المشاركة والمساهمة ديال كاع الفاعلين. هذا النجاح هذا كان على جميع المستويات. الحدث شكل فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين المنتجين والمصدرين في هذا القطاع، كما يعتبر الملتقى منصة أساسية للتواصل وتبادل الخبرات والتجارة على الصعيدين الوطني والدولي، وموعداً مرجعياً بالنسبة للمهنيين المشتغلين في مجال زراعة النخيل المنتج للتمر